اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، شهدت مدينة محردة بريف حماة احتفالات لإضاءة شجرة الميلاد في كنيسة القديس مار جرجوس. محردة كل عمرها هيك، وهالمشاكل اللي صارت عندنا بسوريا أو هالغيمة اللي مرت علينا بسوريا ولو طالت زادتنا شدة وتعلق ومحبة لوطننا ولأرضنا ولكل شيء عندنا، لأنه نحن ما عندنا بلد تاني إلنا أهلا وسهلا فيكم، وما بدنا حد يقلنا أهلا وسهلا فيكم. نحن بلدنا ما بنستغني عنها، إن كان محردي ولا غيره. أنا محردي عشت فيها فترة طويلة كتير كتير، من تقريبا من 84 ل 93 كنت مع المطران إيليا، كنت حتى رحت على الشام، صرت سنة 95 مطران. أنا لي ذكريات هاني كتير بهالمنطقة كلها، وأنا شفت مو بس بمحردي، بكل مناطق سوريا هالحرب زادتنا إيمان ومحبة وتعلق وتجمهر شعبنا مع بعض البعض. هذا الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد بإضاءة شجرة الميلاد ونحن في مدينة محردي، يلي مثل ما بنعرف خلال الفترة الماضية عانت الكثير والكثير، والحمد لله انتقلنا من وضع بنعمة الرب وبجهود أحبائنا والأبطال، انتقلنا من وضع كان مؤلم ويحمل الكثير من الآلام إلى وضع صارت الحياة فيه شبه طبيعية، وإن شاء الله تطلعنا إلى الأمام. إضاءة شجرة الميلاد بتكون هي الإشارة إلى أننا سندخل في زمن جديد، سوريا ستعود فيه إلى بهاءة. ميلاد هو حياة جديدة، ميلاد هو إشراقة جديدة، ميلاد بذكرنا أن الحياة ما بتتوقف، الحياة تستمر، ولا شيء يستطيع أن يغلب الحياة، الحياة يبقى لها الكلمة الأخيرة. ونحن وقت اللي بنتذكر ميلاد الرب يسوع نتذكر ذكرى كتير مهمة، لأنه وقت اللي ربنا أراد أن يتجسد هذا اللي يقلنا أنه أنا معكم، أنا موجود معكم، إذا اعتمدتوا علي بتحسنوا تغلبوا كل شيء. الاحتفالات التي تخللها إطلاق الألعاب النارية عبرت عن أجواء الفرح والأمل بإضاءة شجرة السلام لسوريا. هذه رسالة للعالم، هذه المدينة التي عانت وتعرضت لهجمات إرهابية تكفيرية وتعرضت لصواريخ الغدر وتعرضت كثير، لكن إيماننا بالحياة ومحبتنا لبلدنا ومحبتنا لقائدنا تشبثنا بأرضنا، تشبثنا بجزرنا، هم لنعلن للجميع أننا نحن متمسكين بسوريتنا ومتمسكين بقيادتنا. بدنا نعيد لكل أهالي سوريا بمناسبة عيد الميلاد وقدوم أعيادنا المجيدة المباركة، أعاد الله علينا وعلى بلدنا بالخير واليمن، وإن شاء الله أفراح النصر دائمة في بلدنا. وهذا اليوم عن جد نحتفل بكل فرح، يعني مضافة لانتصارات جيشنا البطل، نحن اليوم كمان بفضلهم نحن نقدر نحتفل بكل فرح وبكل محبة مع أهلنا جميعا. كل عام بخير جميعا، وريتوا ألف مبروك هالعيد، وعيد بربارة مبارك علينا وعليكم يا رب، ينعاد عليكم بألف خير إن شاء الله، ولمحردي ولسوريا بكل خير. رسالة وجهها أهالي محردة في شهر ميلاد رسول المحبة والسلام، تجدد الأمل والحياة.